صار فيها إرهاب. إرهاب؟ الورقة الأخيرة فيها أسامي أشخاص، مطلوب منك تدمر تاريخهم السياسي وتطلع عليهم إشاعات وقصص. حبيبي رؤساء دول انشالوا من عيالهم السبة ان ابهاتهم خرفين، انت بكره يا المخرف اخلص. انا خلاص انا ما ابي. انت لازم توصل عشان بتعيش. أنا ما أبي هذا اللي منك أنت، فهمتي ولا لا؟ بدل أنا ما هيبي عيالي. شلون انساها وهي باب من ابواب الجنه واللي ممكن ادشها بسببها؟ في احد ما يتمنى الجنه او حتى يشم ريحتها؟